قهوة لهذا اليوم يفتح موضوع للنقاش عكس دور الإعلام في التغيير والتواصل الاجتماعي لمناهضة ختان الإناث. يمكن فكرة حاضرة في المجتمع السوداني تحتاج لتوعية كبيرة جدا، تحتاج لمحاسبة طبعا، تفعيل القوانين وتفعيل فكرة الحقوق، حتى لو ما كان في قانون رادع لابد أنه يكون في حق لفكرة الطفل. يمكن تغيرت الألفاظ يا شرقاوي، بدل ختان الإناث تمت الاستعاضة عنها ببتر الأعضاء التناسلية للأنثى، وهذه يمكن كان فيها أفكار إنه كلمة بتر يعني كلمة صعبة جدا وبتخلي دائما النفس البشرية متألمة، وكما الأنثى طبعا تتعرض لكمية من الإشكالات، تتعرض لكمية من التفاصيل أثناء الوضوع، وعدد من الجهات والهيئات المجتمعية تشتغل وضع خطط معينة ليسهم في من تخليص المجتمعات من ظواهر سالبة وتفاصيل مختلفة في السودان. وأكيد الجمعيات عندها دورها الواضح والفعال، وبتخلق مبادرات، بتخلق جسور للتواصل. كنا رحب بالتأكيد نسعد إنه للحديث حول هذا الموضوع في موضوع نقاش اليوم في فنجان قهوة من ألوان التلفزيونية. أن تكون معنا داخل الاستديو الأستاذ إقبال عباس، الأمين العام لمبادرة توتي خالية من ختان الإناث. مرحبا بك ومساء الخير. أهلا ومرحبا بكم، وشكرا جزيلا على هذه الدعوة، وشكرا للفتكم للإعلام لهذه القضية الهامة. مرحبا بك. أستاذة إقبال، يعني أنت تتحدثي كأمينة عامة لمبادرة توتي خالية من ختان الإناث تحت مظلة كبيرة، يعني هي خدمت توتي وما زالت تخدم توتي، لكم تاريخ عريض وفق عمل أصدقاء الأسرة والطفل، ويمكن لابد من الوقفة فيما يخص تأسيس هذه الصداقة التي تربط ما بين المجتمع وبين المبادرين ككل. لك المساحة تفضل. أصلا الجمعية مقرة توتي على أساس أنه أنا أصلا من توتي، وبحمد الله تمكننا من تكوين الجمعية من عام 1989. نعم. وبدأت الجمعية في العمل في الاجتماعيات والعمل الاجتماعي ودعم الأسر بالتوعية ومناهضة العادات الضارة عموما. فمن ضمن البرامج اللي كانت بتقوم بها الجمعية هي برامج للتواصل الأسري، كان بيتم التوعية للأمهات والأسر عبر المؤسسات التعليمية. من خلال هذه البرامج اتضح لنا انه هنالك مبادرات مجتمعيه اصلا في توتي للتخلي عن ختان الاناث، وهم ديل احفاد الشيخ حمد الدمريوم، لانه من اول رجال الدين السودانيين او اول سوداني من رجال الدين عمل على مناهضه ختان الاناث في السودان. ورجعنا في بحثنا في تاريخ توتي ووجدنا في طبقات الضيف الله انه فعلا الشيخ حمد الدمريوم هو من رجال الدين اللي كانوا مناهضين لختان الاناث، وبدانا العمل حول هذه المناهضه عبر مبادرات مجتمعيه من احفاده ومن الاسر اللي وجدناها داخل توتي. هي اصلا ما ختنت بناتها، وفي عدد من الحبوبات كانوا يعني بيتكلموا عن مناهضة ختان الإناث كأحفاد للشيخ حمد الدمريوم، وأصلا هم ما مختونين وبناتهم ما مختونين. الفرق كان إنه هم كانوا بيتستروا على إنه هم مناهضين للختان، فدور الجمعية كان إنه هؤلاء الأسر بدأت تعلم مناهضتها وعدم ختانها لبناتها، وانطلقت من هنا المبادرة.
جميل. طيب جاءت من المجتمع. طيب أستاذة، يعني أي عمل في العمل الطوعي بيقى متعلق بالختان أو بيقى متعلق بأي عمل محتاج لتوعية للمواطن، محتاج لتوعية للشريحة اللي أنت مستهدفة أساسا، دوركم في التوعية وفي لشريحة النساء أو شريحة الأسر في مبادرة الختان؟ الدور كان زي ما قلت لك في الأول، إحنا أصلا بدينا لأنه أنت جيت لأسر داس الحاجة. أيوة يعني دار تبريزة للمجتمع. بدينا نحن ذاته بالشغل في التوعية عبر المؤسسات التعليمية، يعني بنجمع الأمهات في برامج إحنا بنسميها برامج التواصل الأسري، بمجرد ما تقول للأسرة إنه المدرسة فيها اجتماع أو ترسل الأطفال لاجتماع في المدرسة، الناس بتتحفز إنها تيجي اجتماعات. إحنا ابتدرنا إنه نسمي المشروع ذاته إنه برامج التواصل الأسري، وكان من خلاله بيتم توعية. التوعية نعم. للأسر في كثير جدا من الأشياء اللي هي طلعنا منها بعدد من المبادرات. التوعية مشت كثير جدا، ووصلنا لمرحلة إنه كوننا لجان للتوعية، لجان مجتمعية. يعني إحنا الليلة عندنا كجمعية داخل تودي سبعة أحياء، توتي سبعة أحياء، في كل حي عندنا لجنة بنسميها اللجنة المجتمعية أو لجان الحماية. فدي لجان بتعمل داخل الأسر، ربما يكون يعني حاجة إنه توتي مجتمع متماسك ومترابط. نعم. فاللجان دي أحيانا بيكون دورها إنها في المناسبات، في المناسبات الجامعة الأسر تبتدر الحوار، ويبقى ابتدار للحوار ده هو جلسة حوار مجتمعي أو جلسة للحراك المجتمعي. اللجان دي تم تدريبها في ابتدار الحوار، وفي كيف إنها تدير حوار، حتى في بيت البيكا في شكل الأسئلة دائما ابتدار بكون كيف صار إقبال، يعني ممكن تكون واحدة تقوم تحكي قصة نجاح مثلا. نعم. هي عاشتها كعضو لجنة مجتمعية. قصة النجاح دي لما هي تحكيها بيبتدوا الناس يتناقشوا حولها، فكده بتكون فتحت باب للنقاش، فتحها للحوار ده بيخليها هي كعضو لجنة، أو لو بيجوا عدد من أعضاء اللجنة موجودين في المناسبة دي ممكن يتداول الحوار فيما بينهم ويحركوا الناس اللي حولهم لغاية ما يتوصلوا لحتة الحوار. لما هي أصلا لجان مجتمعية احنا كوناها لمناهضة ختان الإناث. جميل. كان دورنا الأساسي إنه اللجان دي تتكون عشان تناهض أو تدير حوارات وتقوم بحراك مجتمعي. جميل. وهي أصلا الفكرة الأساسية طبعا هي في المجتمع، يعني ما زال ختان الإناث بالذاكرة البسيطة ديك، يعني إنه الولد نحننه ونفرح به، البيت برضو نحننه ونفرح به. ده التفكير بالمناسبة المحلي يعني لسه ما زال قائم، ما بنرجع لإحصاءات وفيات الأمهات نتيجة الختان، وحتى مستويات الختان مستويات عنيفة جدا يعني في التعامل مع المرأة. ممكن ده بيقودنا يا شرقاوي إنه العالم نفسه اتطور، يعني الآن في عمليات ترقيع البظر يعني دي في أوروبا الآن يعني موجودة، وحتى يعني سبحان الله يشتغلوا على إفريقيا، لأنه إفريقيا أصلا الفكرة بتاعت الختان الفرعوني هي عادة إفريقية. ده بيقودنا لكمل ورش اللي اتعملت وفقا لعنوان المبادرة اللي أنتم شغالين عليها الآن، والصندوق يمكن الداعم لها، وده حديث بخلي إنه الإعلاميين وكم المناصرة لهذه المواضيع. تفضل أستاذ إقبال. الدور الإعلام كبير جدا في المناصرة في أي قضية، وإحنا فعلا يعني استهدفنا في أنشطة في عدد من الأنشطة الإعلام كوسيلة لمناهضة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. الدور كان كبير جدا في إنه الإعلام يبتدي يتحدث
وينشر الأنشطة القايمة بها المنظمات في المناهضة. وده طبعا دور ما سهل، ويمكن جلستنا دي الليلة يعني لما تحضر عدد من الأسر وعدد من الأمهات، ده مجال بتاع توعية وفتح لباب حوار. إذا كان ما خارج الأسرة، لو بيجي داخل الأسرة ممكن نقود الأسرة. أيوة، إذا بيجي داخل الأسرة ده برضو دور ما سهل، إنه الناس تتحاور. وفي النهاية يمكن عن تجارب كثيرة جدا إنه من خلال الحوار والحراك البيتي قدرنا نقنع كثير جدا من الأسر كانت في البدء غير مناهضة للعادة، وبحمد الله يعني وصلنا لإقناع عدد كبير جدا من الأسر. هم الآن مش إقناعهم بس بأنهم يتخلوا، بل اقتنعوا بأنه هم ذاتهم يكونوا جزء من المبادرة وشغالين هم ذاتهم في التوعية. جميل. في المناهضة. جميل. طيب يعني الموضوع ممكن يتعلق بالطفل، بالطفلة، ممكن يتعلق بالأسرة، وفي قوانين لحماية الطفل. يا ريت برضو نعرف أكثر حول تعاونكم مع من يسن قوانين الطفل، وأيضا تعاونكم مع في إلمام المواطن بقوانين الطفل وحماية الطفل. في قانون الطفل عموما، إذا كان تحدثنا عن قانون الطفل، نحن كجمعية عندنا دور كبير جدا في تدريب الأطفال نفسهم في وعيهم بقانونه. جميل. فتنظيم منتدى الطفل ده من إحدى التنظيمات المبادئ الجمعية. عندنا عدد من الأطفال هم نحن بندربهم، هم بيثقفوا أقرانهم، يعني بينقلوا ما تعلموه عن القانون. بنجمعهم في كثير جدا من المناسبات اللي بتخص الطفل ذاته عشان تكون في توعية. غير الأطفال، إحنا برضو في الجمعية في مجموعة شبابية مناصرة لقضايا الأطفال. هم أساساً في البدء كانوا أطفال تم تدريبهم، ولما نعم. وصلوا شباب كونوا مجموعة شبابية ومن داخل الجمعية. برضو دورهم تثقيف أقرانهم من الشباب بكثير جداً من القضايا المجتمعية، وكيف أنهم هم كشباب يقودوا قضايا مجتمعية يقدروا يناصروها ويساهموا في حلها. نعم. جميل. سرقاوي، يعني كويس ان انت في الجلسه دي. طبعا يعني برضو احنا مستهدفين عقليه الرجل نفسه استاذ اقبال في نظرته لموضوع بتر الاعضاء التناسليه، وتقريبا في الفتره الجايه الاعلام نفسه حيركز على ختان الاناث، دي كلمه مخففه جدا. لازم ندي الموضوع حقه، هو حقيقي بتر وتشويه للاعضاء التناسليه. فنظرة الرجل نفسها، يعني سمعنا القصص الشعبية كثيرة، يعني الواحد يتزوج يا شرقاوي يقول لك أنا لقيت مرتي ما مختونة، ويرجع لي أهلها وتمشي داية تاني تعمل لها نفس العملية دي. فعقلية الرجل نفسها يعني دايرة شغل كثير. شرقاوي يا ريت تعلق لنا على. طيب أنا دار أعرف صراحة يعني المسميات الجديدة. نعم. واللفظ الجديد الممكن مستخدم حاليا في مثل بتر، يعني خلاص انت شلتوا موضوع الختان، شلتوا الاسم بتر، دي ممكن بتر الاعضاء التناسليه للانثى. نعم. بدل الختان. بتر معناتها مساله، بتر دي قطع، انت قطعتها، يعني المصطلحات ذاته بدات تتغير. تغيير المصطلح ده هل هو عشان الناس تلفظ الحاجه دي، ولا في معنى اخر من تغيير هذا المصطلح الختان الى بتر الاعضاء التناسليه للمراه؟ يمكن واجهتنا كمنظمات بعض التحديات في التسميات دي. كان المشروع مما بدا وطلعت الاستراتيجيه القوميه كانت للغضاء على ختان الاناث، تم تعديل بانه كما نعلم يعني في رجال دين كانوا يتكلموا كثير جدا في كلمة الغضاء. نعم. فها
حصلت كثير جدا من الحوارات والنقاش مغالطات فوصلوا لحتة إنه خلونا نقول تخلي ونشتغل على تخلي كلمة تخلي أيوه ففعلا عدلنا يعني هم مرارين اقضوا عليه يعني دارين خلوه عشان ما يكون في خلاف بيناتهم ما رجال الدين في ما زال ما زال في اختلاف في آراء رجال الدين في الموضوع في موضوع الختان البتر نفسه في موضوع البتر ف... أيوة حتى يمكن يكون ما توصل إليه القانون حتى الآن إنه دخل البرلمان و خشت مادة بتجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للإنسان على أساس إنه ده أذى نعم فإحنا هدفنا إنه نحن ندخل القضية في القانون فإذا كان القانون معانا في إنه نحن إذا كان بتر وتشويه ده أذى أيوه هو أذى وجريمة لابد من عقاب طبعا لابد من عقاب جميل وهذا المنتظر طبعا دائما نعم. المجتمعات حتى في مجتمعات يعني اذا افترضنا انه الخرطوم هي عاصمه لكن درجه الوعي بالنسبه لسه في ولايات شغاله وتحلف يمكن الغسل لا فتره طويله ايوه يعني والدايه نفسها بتجي بتحلف بتقول انا حتى كان في حملات كبيره ما بشتغل يعني حملات كانت كبيره نعم. حملات على مستوى عالي جدا جدا من وزاره الصحه من وزاره الصحه القابلة في التخريف بيحلفوها نعم بتحلف بيأدي غصب منها هي لكن ده ما بيعني انه انت يعني تتحايل على الفكرة ما في ناس ممكن يقول لك انا والله حلفت في ولاية غرب دارفور لكن لو جيت الخرطوم بمارس العادة فالحليفة دي يا جماعة واحدة يعني ما دارت كان في الحملة بتاعت التوعية الكبيرة سليمة نعم. كل بنتولة سليمة دعوها تنمو سليمة طيب برضو حملة سليمة هي مقصود بها المناهضة من جانب إيجابي يعني ما يرهب الناس دائما الحاجات اللي بتخوف مش مئزوا منها فيعني كانوا بدل ما أو الناس اتفقت عموما على إنه بدل ما يقولوا البت المختونة والبت الغير مختونة كلمة سليمة تدي انه انا بنتي سليمه شويه بتكون فيها راحه نفسيه نعم وشيء ايجابي نعم. شيء ايجابي نعم فده برضه كلنا نحن شغالين على الرسائل الايجابيه جميل في مناهضه القضيه نعم يمكن حتى جمعيه الزقاء الاسره والطفل في توتي استاذ اقبال عملت مقاربات يعني وين الشلوخ الان؟ يعني الشلوخ دي زمان ما كانت شيء جمالي طريف نعسان والشلوخ مطارق والريد الزمان انا اللي قلبي حارق يعني الان الحاجه دي تراجعت حتى زمان ما كان في اعلام لكن حصل وعي للمجتمع اذا ده دور المجتمع المدني في انه يثقف نفسه يعني وليه يعني المراه يتم ختانه ده سؤال كبير بالمناسبه اي زول بيشاهد الحلقه دي حقه يسال نفسه لانه لو عنده اسباب واهية حقه يتراجع عنها فده بيخلينا في انه تفاعل الاعلاميين مع الورش نفسها ومدى استعدادهم لتثقيف المجتمع من خلال العمل معهم تفضلي طيب دي طبعا مهمه جدا فكونه يكون جزء من العمل يمكن احنا الورشه اللي اتعملت للاعلاميين ما هدفنا منها انه مجرد ورشه ويتم تعزيز لدورهم وصلنا يمكن في الورشه دي لانه تتكون مجموعه من الاعلاميين يكونوا هم جزء اصيل من المبادره وبالتالي هم خلاص ما بيجوا خلاص جزء من مبادره مناهضه ختان الاناث ما بالضروره يكون لتوتي فقط. نعم كل السودان. فدي لفته انه تكون في مجموعه من الاعلاميين هما مجموعة مبادرة مناهضة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية. جميل. ممكن نتعمل لهم جروب حيتواصلوا وإحنا حنكون في تواصل معهم. هي طبعا طويلة الأجل مش يعني المفروض الناس. يعني دي ما مبادرات آنية وقتية كده بتمشي بتستمر. طيب الرؤية المستقبلية لجمعية أصدقاء الأسرة والطفل وايضا الرؤيه المستقبليه اللي انتم الان بتقوموا فيها والان انتم من توتي او من كل مناطقكم
في الموجودة أو كل المنتمين إلى الجمعية؟ طيب، الرؤية المستقبلية في المشروع ده بالذات، إحنا الآن يعني بنحس بأنه أو من خلال الدراسات تمت أو البحوث إنه المشروع مشى تمام، وممكن الآن نعلن توتي خالية من ختان الإناث. جميل. بدليل إنه حتى البختن في الخفاء، ودي نسبة ضعيفة جدا، ما بختن في توتي، يعني الآن لا ما في أي ختان بيتم داخل توتي. نعم. اللي بيتم خارج توتي ده أي لجنة من لجاننا المجتمعية في الحي نعم تسمع به، بيسوقوا الحبوبة وبيسوقوا الجد وبيسوقوا رجل الدين والطبيب والباحث النفسي، وبيمشوا بيعملوا جلسة بتاعت قهوة مع هذه الأسرة، وبيتم حوار أخذ ورد وأخذ ورد إلى أن تقتنع. مبدأنا هنا إنه الأصل هو عايز يختم في الخفاء، معناه هو متردد ما مقتنع. نعم. فبحوار بسيط جدا حسنا بأنه ممكن نقنعه، ودي الآن يعني محمدة في أنه نحن نعم ماشيين في الطريق ده في الاتجاه الصحيح. نعم. ربنا يوفقكم، ربنا يوفقكم كثير، نتأكد أنه توتي ممكن تكون خالية من خطر الإناث. إحنا بنتمنى عشان ما الأسر نعم. ما تسوق أطفالها وتطلع تمشي تختينا برا. إحنا رؤيتنا المستقبلية أنه ننقل التجربة لمناهضة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية، بدءا بالمحليات داخل الخرطوم، يعني إحنا منظمة جمعية ولائية، وبعد ذلك يكون عندنا نفس التجربة دي كيف نعممها مع منظمات مجتمع تاني في إنه يتبنوا مبادرات بالوعي للتخلي عن ختان الناس، عشان حتى اللي بيسوق طفله عشان يمشي يختنوا برا يلقى نفس التجربة يعني موجودة وفي مناهضة للتخلي. نعم. إن شاء الله ربنا يوفقكم كثير. كلام يا شرقاء أستاذ إقبال عباس، يعني حتى رجال الدين، طبعا في رجال الدين يعني متقدمين جدا في مسائل المرأة وحقوقها، فبتلقي رجل الدين بيقول إنه ما تختنوا بناتي، فإذا كانت الأم من ولاية ثانية أول ما تجي الإجازة بتسوقهم تمشي تختنوا من الناس أمها، فبيجي هو نفسه هذا الرجل المناهض لهذه العادة السيئة يعني جدا، يتفاجأ بأنه بناته يتعرضوا يمكن للحاجة المؤسفة دي. فحقيقة دي مسألة سيئة، طالما أنتوا الطفل ده يعني شيء مشترك ما بين الأم والأب، ما في داعي أنه واحد ينفرد يعني بالقرار في حتى بالتحديد. وحتى الذكور يعني أنتوا إذا عانيتوا من التجارب بتاعة الختان مع زوجاتكم، يعني ما تدسوا الكلام، يعني ما تخلوا بناتكم يعانوا من الشيء اللي انتوا عانيتوا منه. يعني في سيدات بيموتوا، في سيدات ما بيستمتعوا بحياتهم الزوجيه، في سيدات تحصل لهم اشكالات اثناء الوضوع نفسه، يعني ودي كلها حاجات حق ونحن نكون واضحين فيها. والله يا اخي ده عمل كبير، وعمل ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يأجركم عليه، وربنا سبحانه وتعالى يوفقكم دكتور الاستاذ اقبال عباس الامير العام لمبادره توتي خاليه من ختان الاناث. كنت ضيفة في فنجان قهوة من صحيفة ألوان الصادرة هذا اليوم. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. نحن يمكن شرقاوي وصلنا لهذا الختام، ختام هذه الحلقة.